ይህ የአዲስ 1879 የታሪክ ማስታወሻ ነው። ካሁን ቀደም የቀይ ኮከብ ዘመቻን ታሪክ አንስተን ለዘመቻው የተደረጉ ቅድመ ዝግጅቶችን እንዲሁም የቀይ ኮከብ ዘመቻ የህዝባዊ ስብሰባ ህጻጾችን በማስከተልም የቀይ ኮከብ ዘመቻ የአዛዦች ምደባና የቀይ ኮከብ ዘመቻ ግዳጆችና አፈጻጸማቸውን መመልከታችን ይታወሳል። እነሆ በዛሬው ዝግጅታችን የቀይ ኮከብ ዘመቻ ውድቀት ምክንያቶችን እንመለከታለን። አብራችሁን ቆዩ። ይህንን ውብ ታሪክ እንድታደምጡ በኮዳው ሃውን ሙልቶ ያቀረበው ዶክተር ሙሉ ስፔሻሊቲ አዲስ በከፈተው በሀገራችን የመጀመሪያ በሆነው ጥርስን ያለ ድጋፍ መትከያ ማዕከል ሶስተኛው ቅርንጫፍ ስም ነው። ዶክተር ሙሉን በለጋሃርና በሰሚትም ታገኙታላችሁ። በ0903888897 ደውላችሁ በቂ መረጃ ወሰዱ። እናመሰግናለን። የቀይ ኮከብ ዘመቻ ውድቀት ምክንያቶች፣ አንደኛ፣ የመብረቅ እዝ ግዳጅ ውድቀት። በከርከበት ግንባር የተሰለፈው የመብረቅ እዝ የመሰብሰቢያ ወረዳው አይለት ነበር። ከአይለት እስከ ግቡ ከኩር ያለው ርቀት ከ30 ኪሎ ሜትር በላይ ነው። ይህንን ርቀት ከሙሉ ትጥቅ ጋር በግር ተጉዞ ማጥቃት እጅግ አዳጋች ነበር። በዚህ ላይ የአካባቢው ሙቀት እስከ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ በሚደርስ ሁኔታ ስኬትን ለመጠበቅ የማይታሰብ ይሆናል። የመብረቅ እዝ የጠላትን ሁኔታ ለማወቅ ቃኝ ሰላዮችን ወይም ፓትሮል በተደጋጋሚ ይልክ ነበር። ይህ አሰራር ትክክልና ተገቢም ነው። ቃኝ ሰላዮቹ የተላኩበትን ቦታ ሲቃኙ በደረሰው ግጭት የተሰዋው ተሰውቶ የዳነው ተመልሶ ሪፖርት ያደርጋል። ስለ ጠላት ኃይልና አቀማመጥ የሚገልጸው ሪፖርት ሥራ ላይ መዋል ሲገባው ችላ መባሉ ከላይ የተገለጸው የግብ ርቀትና ችግሩ ሊከሰት ችሏል። እዙ ከቃኞቹ ባገኘው ሪፖርትና ባሰባሰበው መረጃ መሠረት ቀስ በቀስ ወደ ግቡ ተጠግቶ ማደር ነበረበት። ይህ ቢሆን ኖሮ ብዙ ሳይደክም ማጥቃት ሰንዝሮ ግዳጁ ከመሰናክል ይታደግ ነበር። ከነዚህ ጉድለቶች በተጨማሪ የመብረቅ እዝ አዛዥ ወደ ወታደራዊ ዘመቻና እቅድ መምሪያ ቴሌግራም አስተላልፈው ማጥቃት ከመሰንዘራቸው በፊት አንዳንድ ሁኔታዎች እንዲሟሉላቸው ጠይቀው ነበር። በውጊያ ትዕዛዙ መሠረት ይላሉ አዛዡ፣ በውጊያ ትዕዛዙ መሠረት ተጠባባቂ ጦሬ እስካሁን ተቀይሮ አልመጣልኝም። ተጠባባቂ ጦሬ ተቀይሮ እስኪመጣ ብቻ ሳይሆን ከማጥቃቴ አንድ ቀን በፊት በጠላት ይዞታ ላይ የአየር ድብደባ ይደረግልሃል በተባለው መሠረት ባለመፈጸሙ የማጥቃት ውጊያው በአንድ ቀን ይራዘምልኝ አሉ። ለአዛዡ ጥያቄ ከአስመራ ዘመቻ መምሪያው የተሰጠው ምላሽ ችግሩን የሚፈታ ሳይሆን ግዳጁ የማይቀር መሆኑን የሚያጠናቅ የአየር መበላሸት ካላጋጠመ በስተቀር የማጥቃቱ ቀንና ሰዓት አይለወጥም ይባላሉ። በዚህም በውጊያ ትዕዛዙ መሠረት አለመፈጸሙ ለግዳጁ መሰናክል የራሱ አስተዋጽኦ አለው። የመብረቅ እዝ ረጅም ርቀት ከሙሉ ትጥቅ ጋር በከፍተኛ ሙቀት እንዲያጠቃ እንደተገደደ ሁሉ ተጠባባቂ ጦሩም ተመሳሳይ ችግር አጋጥሞታል። የመብረቅ እዝ የተሰጡትን ከባድ መሳሪያዎች በአግባቡ ሳይጠቀምባቸው ሻቢያና ወያኔ በወሰዱት የመልሶ ማጥቃት እርምጃ እንዲያፈገፍግ ሲገደድ ተጠባባቂ ጦሩ ውጊያ ውስጥ ገብቶ ነበር። ይሁንና ተጠባባቂ ጦሩ ከተክራሪት እጅግ በጣም ረጅም ርቀት ተጉዞ የመጣ በመሆኑ ውጊያው ላይ ውጤት ሊያመጣ አልቻለም። የጦሩ የውሃ አቅርቦት ደካማነትና ውሃውም የሚገኘው በጭሮሽ በመሆኑ
مكنيات بوهات بمفتاتو ليلاو مكنيات نبر يطورون ما فق فقنا ودن بربت بوتا مملس يسمو يوتا دراوي زمچانا اكد مبريا مفتي كماك ربيلك ماتكاتون اسكمو تفات افلالاجيوچن لكوان عطاك علي ودكاتن ددرسة يوسنو ممريو تفات افلالاجي كمالاكيلك كسودان بسالانا بساتاك تأجا لمت ايشلي هنا البلو يمدبون هارات تنياك فلتورنا سنتك ميكانيزد برغيد وده كركبت جمبار مازورنا برباد بكونريل تادسة قبري ميمرو هارات تنياك فلتورنا بلتنار كونريل كاسايج أمدهي ميماروت النزيت أروج وده كركبت جمبار زورو ماتكات بيسان الزنورو يشابيان نايو يانيت أروج وده ناقفا تنكساكسو الزيال لون يوان بدي هايل اندايردو ماجد يجال نبر يمبرك إز سيافقفك ماتكاتون ديك أم بمدرقو يو يانينا يشابي عزاجوج كركبت لاي سفروي نبراون عبزان يون توراتشون وده ناقفا جمبار بمازور بنادو الزلاي تربعربو سغتاتو لما تارات قتلاكوت مكننوج عندوي نبروت كونريل استيفانوس دبر مسكال ودايون بتككل يمردات الدل قدماتشوال بكركبت جمبار لمدير اللون هيا عندن يتراراك بلتورن كما سالفيلك يزمچانا اكد ممريو كوهالا تتعاباك عدرقو ياسلفات شون لمدير اللات شون هيا رات تنياك بلتورن سنتك ميكانيزد برغيدن بياسلف نورو وطيتو يتلية يهون نبر يتراران سمسلتياز بچا عند طور طرو لمدير اللو تواجي نوالت ايدلم باوستو تنكول كالتج امربت بستكر هيا عندن يتراراك بلتور قدم مسيل من موجيالاي يالوالا خايلن دنبر بقلز يتاوكال كهيا عندن يتراراك لك ارتران اندبين نبرتات شو يوقوات بنبرو بكونريل تادسة قبرينا بلتنانت كونريل كاسيج امدى يتاززي نبرو طور طرو تيت ياسقن ينبر بإرتراوست بزولم دياكابتنا بتواجي النتوم يتمسكرلت تورناو النزيت أوروش بزودل ياسمزقبوت أوروش بيهونم زمشان أكد ممريو عالتتكامبتم هارات تنياك فلت أورنا سنتك ميكانيزد برغيد وده شابي ايزوتا بيتاقونورونكوان شابي اناو ياني كوالات شو تورسلال عقدات شو اللوتاو وده ناقفا ايهدو نبر بوهالام هلوم باكبابيو يتسلفو طور يماد كاكت اجاو اللووتو تكات بيسان الزربات شنرو لدمساسو يچلو نبر يمبرك از جمبار كالمساكاتو بتج اماري يوكاو از تكتاتاي ماد كات علمادرقو تدمرو ليلا قداد اسكتلوال انبز ساو سوستن ياكف لطور بتسد او تأزاز مسارت كمريتو اتشاقاري نتتنسا تأييتنا ليلام قصاقصوشن يجعان باتشون انسساس سايكر ايقفا بموتات يناقفا عاليقينان منقد بمياسقرن فتنت كتاكوتات تربوهالا ودي ناقفا لمنك عنك بزيق جتلاين بار بزين قزي كاك ادامي زمشا ممريو ناقفا لاي يميتاكلوت سندك علاما بهليكوبتر اللاكال اسكمالت درسو نبر يوكاو از كاكولا ما ميداون ورداتن استو بمياسقرن فتنت جبل دن ببيتننا اكابيون ايزان كذيه بوهالا تكتاتاي ماتكات مادركسي قباو ماتكاتون ياقومال ايهن يتغن الزبو يشابياتور كالي جينا جمبار بمكلاكيا ورداولاي تكيت سووش انتتو وده ناقفا منجر تنكساكسو عن بساو سوستن ياكفلت ورلاي بهولت تاكت اجا مادكات يسان الزربتال بلزي مادكاتم يوغن تورلاي كفتن ياكودات يدرسال يسوستن ياكفلت ور عزاج كونريل تشاقري مامنا يبرغيد عزاجوج ان الليتنانت كونريل تشو مدستا مسوعات النتن كفلوال لذي مدكات ليلاو مكنات يمبرك از جنبار يالم الساكاتنا يوك او از تكتاتاي ماتكات يالم ادرقنو سيلو كونوريل استيفانوس قبر مسكال لهاجر فكر يتكفل مسوعات النت بميلو مصحفات جو يك اي كوكوب زمچا
ودقات مكنياتوچن اندي ابرانا يهنن وب تاريخ سناقرب يغرو رومار طبياون بكودا وهاون مولتو ياقربو دكتور مولو سبيشاليتي يترسكمنا له دكتور مولو يترسكمنا بقطر 1 لغار بقطر 2 سميت بقطر 3 باغراچن يمجمرا يهونون ترسن يالا دغاف متكيا ماكل كفتوناو ب0903 88 88 97 دولاچو مرجاو سدو انا مسكنالن يقاي كوكوب زمچا تاريخو بزونو ጦርነቱ ውጤት የሚያመጣ ቢሆንም በጦሩ መካከል የተሰራው ሴራ ግን ከባድ መሆኑ የውቅቱ ኔታ የተመለከቱ በውቅቱ ጦር ይዘው እሳቱ መሃል የነበሩ የጦር አዛዦች ምስክርነታቸው ይሰጣሉ። ሁልጊዜ በሀገራችን ይህ ነገር ይከሰታል። ታሪክ ግን ፍርዱን የቀይ ኮኮብ ዘመቻ ታሪክ በዚህ ብቻ አያበቃም። በቀጣይ እንደዚሁ ታሪኩን ይዘን እንመጣለን። ይህንን ውብ ታሪክ ሰንደው ያስቀምጡልን ኮኖሬል ስቲፋኖስ ገብረ መስቀልን እናመሰግናለን። ለሀገር ፍቅር የተከፈለ መስዋዕትነት የሚለውን መጽሐፋቸውን እንድታነቡት እንጋብዛለን። በቀጣይ አንድ ሆንዳ ማረብን ተመለሰን መጣለን። እናመሰግናለን። አዲስ 1877